صباح الخير، صباح الخير عليكم يا وجوه الخير. صباح الخير يا الخير، هاي الله الأم. ينور طريقي، أمين سيري. أمين أمين. شوف قريبي. أمين. هاو شوفوا، رانا راي الأم تاعي راهي تطيب هذا الكسكس. الكسكس اسمه المصفوف. هاو هاي تشوف، هاي دير، راهي دير الجلبانة. الجلبانة لا يكون اسكو ما غير انت ايفا ولا حاضر. ها هاتني ذاك يلون هذا الفول. شوف هو ندير لكم الفول، نوريكم الفول. ها انا نزيد ندير الفول هنايا. دوك نعاون الام تاعي شويه. الفاصوليا بيس كانستروي. انت الفاصوليا، الفاصوليا وهذا المهم. راح نعاون الام تاعي شويه. ها خزر كان ذاك خزر الدين. ها خذوا الماكله ناكلوا نشربوا نقعدوا وفرحانه وليدي الحمد لله جايه لي يا ربي يحميه. امين امين امين. ها هذاك مكان خاوتي، نشوفكم نعاونها شويه، نكمل معها الخدمه هذه وما نشوفكم في بلاصه واحده اخرى. يلا خوتي، اليوم حبيت نديكم تشوفوا القصبة. نبدأ إن شاء الله الرحلة تاعنا من هنا. يا رانا بدينا نتعمقوا في القصبة كيما راكم تشوفوا. طلعنا قاع هاد الدرون، شوفوا هاد لي جرافيتي هادو، ما شابين، كاين اللي طاحوا بصح. لقيت لكم هذا البانوراما كما راكم تشوفوا لهنا من اعالي القصبه، ماشي من الاعالي غير من الوسط. ندير لكم الزوم على المسجد الاعظم هذا. وليك راكم تشوفوا، شفت بزاف اماكن لهنا في القصبه راهم يصبغوا فيهم. ممكن على 3 شهور القصبه قاعده تكون مصبوغه كما هكذا راكم تشوفوا بالابيض شابه. كاين بزاف اللي ما على بالهمش باللي في 1992 القصبة كانت محمية من اليونسكو. هادي هي من 1992. كاين بزاف اللي يقولوا التراث تاع القصبة تاع الأتراك، الله أعلم ما بعرفش إذا بناوه الأتراك ولا لا. بصح الشيء اللي على بالي به باللي هو كان الشوها زمان واحد في القرن التاسع ولا العاشر قبل، خاطرك الله أعلم الأمازيغ هما اللي بناو القصبة، وكانت هذيك سلالة الجزيريين، الجزيريون علاش يقول لك الجزيري. ومن بعد هذيك جاو لهنايا الأندلسيين، هذوك سكنوا ثاني لهنا في 1492 كي حوجوهم الإسبان من الأندلس. هاي ليك دوك نزيد نوريكم من الفوق. كاين بزاف هنايا الماء، كاين كيف يسموهم لا فونتان ولا العوينات، هذوك وين يشربوا الماء. دوك نروح نحوس لكم عليهم، راكم تشوفوا نهبط من هاد الطريق ونشوف وإذا نلقاهم، وإذا ما لقيتهمش نقول لكم. هاوليك هنا متحف على الهواء الطلق راكم تشوفوا. شوفوا هذيك شغل الجزائر 1541 كي حبوا شارل سان، كي حب يدخل الجزائر لقاها هكذايا. المهم كارلوس الخامس هاي ليك راكم تشوفوا هنايا واحد اخرى ثانيك في 1500، هذه 1540. المهم خلينا نكملوا القاع الامام. شوفوا هذه اليوم، هذه القصبه اليوم راكم تشوفوا. هاي ليك راكم تشوفوا هاد الطرقة، تفكرني بهذاك الفيلم تاع معركة الجزائر، لاباطاي دالجي. هنايا وين كان علي لابوان، حاسبة بن بوعلي،
كانوا يخدموا في هذاك الوقت. هاكو تشوفوا شوفوا، نحاول نقدمكم شويه ندير لكم الزوم من هنا برك كاع حلا. والله خاوتي ما تنسوش تدخلوا على الانستغرام تاعي والفيسبوك سيت ايفازيون، تقدروا تتابعوني نطلع صور حية على الانستغرام شوفوا سيت ايفازيون. مرحبا بكم. هذا هو المزال كان بزاف تصورات هنيك في القصبة. حبيت نديكم الواحد واحد مهم بزاف اسمه دار حسن باشا، ما باش فينا نقدر نزورو. شوفوا هنا هنا عين مرزوقة، قلتكم باللي هنا في القصبة كاين بزاف عيون. مازال نزيد نوريكم واحد اخرى. اولي اولي هاي ليك، هذه هي العين اللي تلقاوها كاع في لي كارت بوستال في في الصور تاع القصبة. تلقاو هاد العين، هذه هي اللي قلتو فيها لهنايا، فيها يقولوا الماء ما معدني الله اعلم. هاوتي وقت صلاة العصر، نغتنم الفرصة ونوريكم المسجد من الداخل. راكم تشوفوا كتشاوا نصوره لكم من الداخل. على بالكم بلي انا ما نحبش نهضر داخل المساجد، ما نحبش نهضر داخل الاماكن المقدسه. شوفوا نوريكم غير الصوره بدون صوت. هاو ليك، حبيت ندخلكم واحد من قصور القصبه. شوفوا اوف امبرسيونو، بدون تعليق. جميل جميل. لا شباب شوفوا جد الفونتان هذه تاع الماء في الوسط في وسط الساحة، عطتها الشارم، عطتها شغل جمال زايد. حبيت نديكم لوحد المغارة، مغارة سيرفانتس، جاية قدام فرويسو قدام الحومة، وإذا كان ممكن إن شاء الله نصورها لكم يوم من الأيام. هاي اللي كندير لكم من هنايا غير هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا الأقواس، شوفوا كيفاش الأعمدة مخدومة. كتبوا لنا في التعليق قولوا لنا واش رأيكم في هذا القصر اللي دخلتكم له. اكو تشوفوا هذا خاوتي، هذا قصر بكري كان قصر. شوفوا كيفاش مخدوم الله يبارك. دوك نوريكم الصوره تاع المهندس اللي صوره، راهي هنايا برا مبني في 1098 الله اعلم. دوك نوريه لكم، شوفوا الله يبارك، شوفوا القوا، شوفوا لي بيلي. اكو تشوفوا لي بيلي هذوما كيفاش جابوهم من تحت. هندسه هندسه خاوتي. نروحوا لها من النار، نروحوا للقبة ونكملوا الفيديو من تما، ما نطولش عليكم بزاف باش الفيديو ما يكونش طويل. يلا هاي لي خاوتي، بانوراما من الفوق كيما العاده. شوفوا ندير لكم الزوم، هذاك وزاره الخارجيه الله اعلم اذا مانيش غلط، هذيك وزاره الثقافه اللي باينه من هيك، هذيك كاع الحومه هذيك كيما يقولوا هذه. اقول شوفوا مقام شاهد من اللور ووزاره الثقافه من الامام. غابه هذيك غابه شوي بشوي بدوك نديكم تشوفوا هذيك الجزائر. شوفوا ندير لكم الزوم على الجزائر وهذاك الميناء اللي راكم تشوفوا فيه من اللور، هذيك اللي باينه من هيك صغاره بلوغين وكاع. اوبا نقلب الكاميرا منا وتشوفوا واش كاين، وتشوفوا وراني تانيك و هذا الجامع تاع القبه كيما راكم تشوفوا، وهذه الساحه، الساحه تاع المكتبه هذه اللي ما باش واش رجعت، كانت كنيسه بصح ما باش واش رجعوا عليها، ممكن مكتبه ما دخلتلهاش. يلا خلينا نمشيو، خلينا نروحوا لبلاصه واحده اخرى، المكان واحد اخر.
احملها لسه ها اذا اللي ذا انت وش نش حاس تعوض اكاكي واحد 30 ل 35 ما تعدى ها صح هسعديه صح طوليم